السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بحول الله غنحاول ندوز لكم لي باك او لا باك صينية ديال الفنيق، صينية ديال الكيسان، او لا صينية هكا برجيلات البلديين. درنا فيهم تخفيضات ودرنا دي باك بثمن مناسب. البارح دوزت لكم واحد الفيديو فيه جمعت فيه ستوريات وني البنات قالت لك ما واضحش، حاولت نصور لكم اليوم واخا ان اليوتيوب راه ديجا دايره معكم الفالطه داكشي علاش. المهم انا غنعاود لكم الفيديو اليوم باش اللي بغات تستافد من لا برومو ديال هاد لي باك ديال الصينيه البلديه اولا بالصينيه بالفنايق اولا صينيه هكا برجلين. انا غندوز لكم كلشي بالثمن. بالنسبه لهاد الباك هذا كيجي فيه بحال هكذا، الصينيه كتكون برجيلات والفنايق بحال هكذا كيف ما كتشوفوا، وكتجي برجيلات. بالنسبه للصينيه كتحتاجيها الفنيق اولا كتحتاجيها حتى الحطه ديال حطه متوسطه. الفنايق كيجيو زوينين وثقالين، خدمه فيهم زوينه، لا فينيسيون ولا حتى الخدمه زوينه. هذا كيبقى ب 1300 درهم بلاص 1400. بالنسبه لهذا البراد اللي غيسولوني عليه راني دوزت لكم في التخفيضات 340 درهم. هذا راه ديجا كبير تبارك الله وكيهز حتى 14 كاس او اكثر. بالنسبه لهذا الباك اللي دوزت لكم دابا في الفضي كاين بحالو حتى هو الناس اللي بغاو النحاس الصفر. بالنسبه للنحاس الصفر اللي كتسولنا راه غير بخدوي كدوزي عليه وكيرجع كيشعل 1300 درهم. وبالنسبه للمحبين ديال النحاس الاحمر كتجي هادو ديال النحاس الاحمر فيهم واحد الطاشور من التحت، راه ديجا دوزناهم درنا ليهم 1600 درهم 1600 درهم. بالنسبه لهاد السكريه اللي بغاها دايره 60 درهم. هادو بالنسبه للناس ديال الجنوب او لا الصحراء كيديروا كيحتاجوها، ما عرفتش شنو كيحطوا فيها العنبر ولا ما عرفتش شنو كيحطوا فيها، كيحتاجوا بحال هكا هاد الصغيورين ولا الزعفران الحر الاتاي. بالنسبه لهادو حتى هما الخدمه ديالهم نفسها ثقيله وزوينه وحتى لا فينيسيون فيها زوينه. هادي 1600 درهم في بلاصه 1700، واني هادي بالطاشور كتجي بالطاشور من التحت. بالنسبه لهادو هاد الموديل كيجي حتى هو بالفنايق وجوج صواني، صينيه متوسطه وصينيه كتهز 12 كاس كيف ما الاخرى، كتبقى ب 1400 درهم. هذه الخدمه كتجي هكا مرخمه مخرمه كيف ما كتشوفوا، وكتجي هكا اما كتقول هكا من الوسط مشبكه اولا متقبه بحال هكذا اولا كتكون فيها الزواق. واني هادو اللي عندنا دابا هادو مخرمين كيجيو بحال هكذا، راه ديجا دوزناهم، والكريستال كيبقاو ب 1400 درهم. بالنسبه لهذا الباك فيه غير الفنايق او السكريات مع الصينيه، الصينيه الكبيره ها نتوما كيف ما كتشوفوا الزواق ديالها نتوما بانت في الصفر شي حاجه زوينه صراحه. هذا كيبقى باك ب 1000 درهم ها نتوما كيف ما كتشوفوا 1000 درهم اللي بغاها، فيها سكريات بحال هكا وصينيه بالنسبه للناس وبرجلين. بالنسبه للناس اللي كيبغوا غير صينيه برجيلات مع سكريات. بالنسبه لهاد الصينيه كتمشي غير صينيه كبيره، هذه الصينيه الخمسين كبر من هادو، كتهز جوج براريد والكيسان، كتجي حتى هي برجلين هكا بلديه، كتبقى 58 كيف ما كتشوفوا ها نتوما. هادي نحاس صفر اللي كيدالي البخدوي كيتمسح وكيبقى صفر كيف ما هو. هادي 850 ثمن تخفيضات، قلت لكم هادي كبر منهم القياس ديال 50 سنتيم. بالنسبه لهاد الصواني كنجبتهم شحال هادي ما دوزتهمش لكم، يلا كتاب ندوزهم لكم حيت درت معاهم حتى هما واحد السكريات دي بونبونيغ اللي يمشيو معاهم زوينين. كاينه الصينيه هكا باليدين بحال هكذا، وعندها هاد اليديات في ارض رجلي بحال هكا غلاضين مزيانين، وحتى الصينيه خدمه متينه كدير 400 درهم، ولا بغيتوها بهاد الفنايق ديالهم كتبقى 780 درهم، كتبقى 780 درهم بالنسبه لهادي لي بليديات.
لي بلديات كتبقى 980. وبالنسبه لهذه اللي بلايدين نفس الخدمه، غير هي ما عندهاش اليدين جناب، نفس الرجيلات نفس لافينيسيون، شي حاجه زوينه ومتينه، كتبقى 750 380 بلا فنايق، وب 750 بهاد السكريات. الميزه ديال هاد السكريات انهم كبارين، انهم دي بونبونيير كبار اللي كيهزوا الفاكهه وكيهزوا كثر. المهم انا حاولت نسجل لكم الفيديو حيتاش ما جاكمش الفيديو اللي حطيت لكم ستوريات ما بيانش لكم. كنتمنى هذا يعجبكم وتستافدوا من التخفيضات اللي حطينا. نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. تخلاوش لنا واحد الكومونتير وبارطاجيو معكم لا فيديو.